اتخذ قرار ومن ثم ابث هذا الخبر قبل المباراة الجوية كان بخطأ كبير جدا، اثر نفسيا على اللاعبين. ما احنا لاعبين شرقيين يعني نتاثر بالاعلام بشكل كبير. العام انا من انسحب فريق الشرطة هو بطل دوري بجدارة وقدر يحسمها من المرحلة الأولى أيدنا، قلنا الشرطة أول موسم له محترفين يريد يرتب أوضاع البيت الشرطة ومن ثم يشارك، لكن هذا الموسم أبدا ماكو عذر أبدا، الفريق مستقر، لاعبي خلال موسمين يلعبون معا 11 لاعب نفس التشكيل نفس الأسماء. إذا المشكلة وين؟ أنا سمعنا آراء هواية يعني من البارحة اليوم سمعنا آراء كثيرة جدا بين التعكز على الجانب المادي، وانا اعتبر هذا يعني يعني العذر اكبر من الصوج بصراحه. يعني ما اقول انه الجانب المادي هو الركن الاساسي، انا اشوفه خطا كبير جدا. انت بدوري عراقي من تفوز بدوري عراقي على موسم وحاليا انت يعني منافس، انا اعتقد الفرصه الحقيقيه لوصول نادي الشرطه الى القمه هو مشاركته ببطولة دوري الأبطال. هذا الدوري اللي الكل تتمناه وتتعاقد مع أحسن لاعبي العالم وليس آسيا فقط. شفنا فرق بالسعودية وبقطر وبإمارات تتعاقد مع أسماء بعشرة وبثمانية وبتسعة مليون دولار. وكابتن ترى هي حتى البطولات ما تخلى من العوائد المالية يعني. أكيد الآن كنت ضمن كادر التحليل لمباريات الهلال السعودي هذا الموسم، الدحيل خسر 6 أو 7 مع الهلال. شنو المشكلة يعني؟ احنا يعني هي مو مسألة موضوع حلبة ملاكمة وأرمي المنديل من البداية. يا أخي أنت عندك لاعبين على مستوى عالي، عقودك فريقك ممتاز، ليش ما تشارك؟ ليش يعني أنا أشوف كل الأصوات اللي نادت أنه أكو أعذار للشرطة، أنا أشوفها ماكو أعذار. حتى الجمهور الجوية جمهور الزوراء والشرطة يتمنون يشوفون فريق بطل الدوري يعني ما يشارك موسم هذا الموسم حيفوز الزوجة بالدوري أو فاز الزوراء، يعني شيء هم يعتذرون. إذا علينا أن نضع الشرطة كخطوة أولى في سلم النجاح بالاتحاد بدوري الأبطال. ما نظل إحنا نروح مكاننا متى نعرف قيمتنا الحقيقية؟ الشرطة على رأس الهرم بالنسبة للكرة العراقية بطل دوري. إذا يعتذر إذا الفرق الأخرى يعني شنو اللي حيعمل الزوراء اللي أقل والجوية اللي أقل قياسا للتعاقدات وقياسا لقدم الشرطة والأسماء الموجودة 6 إلى 7 لاعبي منتخب وطني من منافي إلى أحمد إلى بسام إلى أمير أغلبيتهم. فلهذا أنا أشوف قرار الشرطة أولا مستعجل وأثر على اللاعبين في مباراة اليوم، وثانيا أنا أشوف فريق الشرطة يعني بجمهورة مطالب أن يشترك، وإذا ما علمنا أنه بالسبعينات فريق الشرطة هو أول فريق يشارك ببطولة آسيا وانسحب أمام الفريق الإسرائيلي. طيب. إذن أنا أعتقد فرصة أن يعيد الشرطة اسمه من جديد ببطولة الدوري أبطال آسيا.